متتبعي قناة الفاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص اللي نناقشوا فيه قضايا التعليم مع الدخول المدرسي الحالي. الدخول المدرسي الحالي ما اختلفش كثيرا عن الدخول المدرسي للسنوات الطويلة. كاين مشكل تاع الاكتظاظ في المدارس، كاين مشكل تاع الحركة الانتقالية بين الأساتذة، يعني مجموعة من المشاكل التي تعرفها هذا الدخول. ولكن الجديد في الدخول المدرسي هو عودة النقاش بشكل يعني كبير حول النظام الأساسي لرجال التعليم. أشنو الجديد تاع النظام الأساسي لرجال التعليم؟ واش كاين شي نسخة يعني كاين الآن تتوفر على مركز النقابية في هذا السياق هذا؟ واش الحكومة غتقدر تستجيب لجميع مطالب تاع المركزية النقابية وتدرجها في هذا النظام الأساسي؟ هذا الشيء كله غنناقشوا مع يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم والعضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. يونس مرحبا بك. شكرا. احنا الآن في شهر تسعود، وشهر تسعود دائما تتعرب بهذيك الدخول المدرسي. كل اي دخول مدرسي تطرح مجموعه من المشاكل، سواء على مستوى التنقلات ما بين يعني الحركه التنقليه ما بين الاساتذه، الاكتظاظ داخل المدارس، واش الدخول المدرسي عارف نفس المشاكل ايضا؟ نعم، بالفعل الدخول المدرسي 2022 2023 كيف ما يعني السنوات الماضيه كذلك فيه مجموعه من الاختلالات اللي رصدناها. كاين ارتباك، كاين مجهود دار، ولكن لحد الساعه مازال غير كافي. خصنا نستحضروا انه احنا اليوم تقريبا حوالي 6 و 7 سنوات معنا قربنا المنتصف المده ديال الرؤيه الاستراتيجيه اللي بدات في 2015 والمفروض انها تنتهي في 2030. فالتقييم اللي دار من طرف الهيئه الوطنيه للتقييم اللي تابعه للمجلس الاعلى للتربيه والتكوين في الثلاث سنوات رصد مجموعه من الاختلالات بمؤشرات واضحه على مستوى الانصاف، الشعار ديال الانصاف، واش حقنا فعلا الانصاف في المدرسه العموميه، كذلك على مستوى يعني البنيات والتجهيزات، على مستوى المناهج والبرامج، مجموعه من المؤشرات كيبان اليوم كذلك بانه مازال عندنا اختلالات كبرى، اهمها الاشكال ديال انه نوفروا موارد بشريه كافيه. للاسف اليوم عندنا اقسام في الثانوي التاهيلي مثلا وصلت لاكثر من 50 تلميذ، وهذا اشكال. وعلاش كاينه القضيه على النقص في الموارد البشريه؟ علما ان قطاع التعليم تيشغل بزاف تاع الناس. النقص لانه للاسف طيله سنوات طويله ما كانش يعني الريكروتمون او التوظيف كيواكب العمليه ديال 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 الذهاب للتقاعد او للتقاعد ديال المدرسين، واخا مع هذه الموجه تاع الاساتذه التعاقد وكذلك ما كانش اراده، لانه في الحقيقه الاصلاح ديال التعليم كيتطلب اراده سياسيه، واراده سياسيه اللي خصها تجسدها كذلك كلفه ماليه. للاسف ما كانش مع هذه السنوات الاخيره، رغم هذه الموجات ديال التوظيف اللي وقعت، ولو انه توظيف هش وغادي نرجعوا ليه التوظيف ولا التشغيل بالتعاقد، لكن رغم ذلك ما قدراش تواكب هذا الديبار على وتخات. وسنه 2023 ضايه، وغتكون هي السنه اللي غتعرف اكبر موجه ديال الذهاب الى التقاعد، ومن بعد منها غتكون 2025، ولكن 2023 غتكون هي البيك ديال يعني التقاعد. الموسم الدراسي المقبل غيعرف كذلك كذلك المزيد من الخصائص، رغم انه اليوم الوزاره غادي تركروتي حوالي 20,000 استاذ، ولكن مع ذلك هادشي كله مازال ما وصلناش المستوى ديال المدرسه العموميه اللي لقاو فيها عدد ديال التلاميذ اللي ممكن انه يحقق جوده ديال التدريس ويخلي ان الاستاذ كذلك يدرس في ظروف مهنيه ملائمه. ما تشوفش القضيه تاع الاكتظاظ عاد راجع واحد السبب اخر، هو ان الغلاء ديال المدارس الخاصه، سيرتو ان مع بعد كوفيد الناس بزاف يعني نقلوا ولادهم للمدارس الحكوميه. هذا كذلك من العناصر اللي رصدناها في هذا الدخول المدرسي، لانه هذا الدخول المدرسي كذلك كيجي في هذه الموجه ديال الغلاء، الموجه ديال التضخم الغير مسبوق في تاريخ المغرب. راه هذه السنه فوش دابا وصلنا ل 8% نسبه التضخم، الغلاء ديال الاسعار ديال مجموعه من المواد الاساسيه، وكذلك الغلاء ديال المواد ديال الكتب ديال الدفاتر ديال المقررات الى اخره. هذا الشيء طبعا انعكس على الاسر والقدره الشرائيه ديال الاسر. واذا لاحظتوا في المؤشرات انه حوالي 8% ديال التلاميذ اللي رجعوا من التعليم الخاص رجعوا للتعليم العمومي، هذا كياكد بان الاسر فعلا كتعيش ازمه. طبعا المساله ديال التعليم الخصوصي احنا دائما كنقولوا بانه ماشي اختيار، هذا للاسف الناس كيمشيو مكرهين للتعليم الخاص. البحث اللي دار المعهد هذا ديال التعليم ديال التربيه والتكوين، المجلس الاعلى للتربيه والتكوين، فيه بانه الاسر كتبحث على الجوده، لانه في المؤسسه ديال التعليم الخاص كاين عدد ديال التلاميذ اقل، كاين ظروف بتتخفض على مستوى البنيات ولكن الاستاذ دائما بالنسبه لهم هذاك الاستاذ اللي في التعليم العمومي هو الافضل. والدليل هو انه في عهد الوفاء، الى تذكرت واحد الوقت لما
بغى يمنع ان الاساتذه ديال التعليم العمومي هذيك الرخص اللي كتعطاهم ديال 8 ساعات يمشيو يدرسوا. فالاباء داروا وقفات احتجاجيه لانهم بغاو بمعنى باغين هذا الاستاذ ديال العمومي هذا الاستاذ تاع العمومي تقدم الجوده ولكن يقري في ظروف ديال عدد تلاميذ اقل ديال المؤسسات. هو الفرق ربما غير في الظروف اللي كاينه في المؤسسات، الظروف اللي كاينه في القطاع الخاص ماشي اللي في القطاع. باش نحققوا الجوده خصنا اصلاح شامل، اصلاح اللي فيه اولا اعاده الاعتبار للمدرس والمهنه ديال التدريس من خلال مجموعه من الاجراءات اللي مفروض ان النظام الاساسي الجديد خصو يجاوب عليها. خصنا كذلك على مستوى البنيات والتجهيزات نوفروا مؤسسات لائقه، يعني مؤسسات اللي فيها ظروف ديال العمل. وكتسمح لي في العالم القروي مازال عندنا مؤسسات لحد الساعه اللي ما فيهاش السور، مازال عندنا البريفابريكي، مازال عندنا واحد الظاهره اخرى ديال الاقسام المشتركه. عندنا 20% ديال الاقسام ديال التعليم الابتدائي هي اقسام مشتركه، يعني كيف ان استاذ غادي يدرس في قسم فيه الاول والثاني والثالث او الاربعه المستويات وغيدرسهم ويوصل لمستويات افضل. ولكن اسمح لي علاش يعني رغم هذه الاختلالات اللي تنهضروا عليها منذ سنوات لا عقود على القطاع التعليمي يعني ما قدرناش نوجدوا ديك العصا السحريه باش نحلوا هذا المشكل؟ احنا شنو السبب؟ احنا دائما كنقولوا بان خاص اراده سياسيه ديال واش ما كانش اراده سياسيه؟ اراده سياسيه ماشي فقط خاصها تكون على مستوى الخطاب، الاراده السياسيه في الخطاب كاينه وسمعنا غير ما مره لا في التصريحات الحكوميه ولا غيره كخطاب، ولكن هذه الاراده السياسيه خصها تجسد من خلال اولا يعني تنزيل ديال هذا الاصلاح، اولا تكون عنده كلفه ماليه وتبان على مستوى الميزانيه، خص كذلك على مستوى البرامج والمناهج خص اعاده النظر في برامج والمناهج، وخص الاشراك ديال الجميع، وخص نخلقوا تعبئه مجتمعيه حول المدرسه العموميه. للاسف هذه الاصلاحات كلها اللي دازت كانت كتوصل للباب ديال المدرسه، ما عمرها ما دخلت للقسم، ما عمرها ما مسات التلميذ، ما عمرها ما مسات الاستاذ، وما عمرها ما مسات هذاك يعني المقرر اللي كيقراو التلاميذ او المناهج والبرامج. هاد المثلث اللي هو الاساسي والمهم في الاصلاح للاسف ما عمرنا ما وصلنا ليه. دونك خصنا اصلاح نسقي شامل ماشي فقط غير في المدرسه، لانه كاين حتى داك ليكو سيستيم اللي داير بالمدرسه، لان كاين واقع اجتماعي صعب، كاين النقل المدرسي، كاين مجموعه ديال القضايا المحيط ديال المدرسه كذلك خصو كذلك اصلاح. واحد المساله اللي تثير يعني الانتقادات تاع مجموعه من الاباء هي القضيه تاع التغيير تاع المقررات. يعني كل سنه كاين مقرر جديد، كل سنه كاين مقرر جديد. علما ان سنوات الثمانينات ولا السبعينات ولا تتعقل معايا كان واحد المقرر تيقراو فيه جيل كامل. يعني علاش هذه السياسه تاع تغيير المقررات كل موسم ديالها؟ هذا الارتباك بالفعل عشناه سنوات، جينا شفنا مثلا انه تم الانتقال من بيداغوجيه الاهداف لبيداغوجيه الكفايات بواحد الشكل يعني فجائي، انتقلنا كذلك جبنا كذلك بيداغوجيه الادماج في علاقه مع بيداغوجيه الكفايات، جاء واحد الوزير وقف هذه بيداغوجيه الادماج، معنى انه ما كاينش واحد رؤيه استراتيجيه نسقيه اللي كتفكر في المستقبل، كتفكر بشكل استراتيجي. جات رؤيه استراتيجيه رغم الملاحظات اللي عندنا على الرؤيه الاستراتيجيه اللي كان مفروض ان تشكل هذاك لو كادر، هذاك الاطار اللي عطينا التعليم ولا المدرسه كيفاش بغينا من هنا ل 30 سنه. للاسف هذه الرؤيه الاستراتيجيه مازال ما حضراش. اليوم كنتمناو مع الرؤيه اللي جات مع 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 الوزير الحالي انه يكون الاستمرار، لانه التعليم ماشي مجال ديال التجريب، ماشي مجال ديال كل حكومه غتجي غتنزل رؤيتها وتنزل يعني البرنامج ديالها، بل هو قطاع اللي مفروض فيه الاستمراريه لان كنصنعوا اجيال ديال المستقبل. الدخول المدرسي لهذه السنه تيتزامن عاوتاني واحد النقاش حول النظام الاساسي لرجال التعليم. هذا النظام الاساسي هو اللي ما بغاش يخرج يعني نقاش فيه منذ يعني ربما منذ حصان الوزير السابق تاع التعليم حصان. علاش النظام الاساسي ما بغاش يخرج بالطريقه اللي باغا النقابات وتكون واحد الطريقه تفوقيه ما بين النقابات الاكثر تمثيليه وما بين الحكومه؟ هو هذا النظام الاساسي بالفعل بدا فيه النقاش منذ 2014 وحنا كنذكروا في النظام الاساسي، لكن للاسف طيله هذه الفترات السابقه ما كانتش اراده وكان تماطل ديال الوزراء ديال الحكومات السابقه كلها، لان كانوا باغيين يخرجوا نظام اساسي بدون كلفه، نظام اساسي بصفر درهم، وما يمكنش انه نديروا نظام اساسي النساء ورجال التعليم، نديروا اعاده الاعتبار للمهنه ديال المدرس بدون واحد لامباكت ولا واحد الاثر مادي على الاوضاع الاجتماعيه والماديه والمهنيه ديال النساء ورجال التعليم. اليوم احنا مع 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 الوزير الحالي تفتح الحوار، وكان نقاش مع الوزير السابق ولكن للاسف كان كذلك حوار اللي فقط شكلي وحوار اللي كلكم تبعتوا بعض المرات، يعني كثير من الاحيان كان فيه التوتر وغيره. ولكن اليوم مع الاحتقان اللي ولات كتشاهدوا الساحه التعليميه، مع التعدد ديال الفئات اللي كتحس بالظلم وكتحس بالحقره وكتحس بان حقوقها يعني ما كتاخذهاش، وكتحس بانه ما كاينش
الاعتبار اللي مفروض يتعطى للمدرس، المكانة الاعتبارية ديالو في المجتمع. ومع كثرة الاحتجاجات اكيد بانه ولا بالضرورة خصنا الحل ديال هذه المشاكل. المشاكل مابقاوش نحلو فيها بشكل معزول، خصنا نظام اساسي اللي يستوعب هذه القضايا كلها اللي مطروحة. بالفعل في اول جلسة ديال الحوار مع وزير التربية الوطنية الحالي سي بن موسى اتفقنا على انه قلنا لي بانه كاين 6 الملفات كان فيها اتفاق مع الوزير السابق، خصنا هي الاولى دار في اتفاق وتخرج للوجود ونجلسوا نتذكروا في النظام الاساسي اللي يستوعب باقي القضايا كلها. وكاين بعض القضايا العالقه ولا ملفات تدبيريه اللي ممكن كذلك انه نتذكروا فيها. وبدا النقاش، دارت اللجنه التقنيه اللي دارت 17 اجتماع من بعد جابت لنا. وهذه اللجنه التقنيه لانه الناس دابا كيعتقدوا بانه راه اللجنه التقنيه وجدت نظام اساسي. نعم، اللجنه التقنيه كتشتغل على مبادئ عمل النظام الاساسي، لان ماشي ساهل انه تجيو تشتغل على النظام الاساسي. كان اتفاق في 18 يناير انه في جويه نهايه يوليوز خص يكون عندنا نظام اساسي، ولكن من بعد اثناء النقاش ديال اللجنه التقنيه اتضح بانه كاين مجموعه قضايا اللي خصنا ندمجوها في النظام الاساسي. مابقاش نخرجوا نظام اساسي كوكوت مينوت، نظام اساسي اللي بسرعه وبالتسرع ومن عجو جميع الملفات. وطبعا العمليه راه فيها مفاوضه وفيها اخذ ورد وفيها نقاش وفيها كذلك كلفة مالية اللي مرتبطة بالحكومة ومرتبطة بالقانون المالية، بمعنى أنه هذه الفترة كلها كنشتغلوا على مبادئ عامة النظام الأساسي. اللجنة وجدت لنا واحد مشروع ديال هذه المبادئ العامة، تعرض في اجتماع مع السيد الوزير والكتاب العام والنقابات ودرنا ملاحظات عليه، وعاودت اجتمعت اللجنة 5 اجتماعات أخرى، معناها وصلت ل 22 اجتماع باش وجدت لنا اليوم مبادئ عمل النظام الاساسي ماشي النظام الاساسي. واش المبادئ العامه اللي وجدت اللجنه يعني غتحل هذاك المشكل تاع اساسه التعاقد وادماج ديالو؟ دابا هذا هو المبادئ العامه، بمعنى انه خصنا نتفقوا على المبادئ، ومن بعد ملي غنتفقوا على المبادئ غادي ننزلوا ونبداو نكتبوا في النص يعني في المواد ديال هذا النظام الاساسي. هذه هي المرحله المقبله اللي غدار. في هذه المرحله الاولى كان نقاش حول هذه المساله من بين القضايا الاساسيه، هذه المساله ديال الاسيده المفروض عليهم التعاقد. حنا دائما كان المطلب ديالنا هو الادماج الكامل ديال الاسيده المفروض عليهم التعاقد في الوظيفه العموميه. الخلاصه اللي وصلت لها اللجنه التقنيه في هذا الموضوع هو انه سيتم ادماج هذه الاساتذه في الوظيفه العموميه من خلال النظام الاساسي لموظفي وزاره التربيه الوطنيه. هذا النظام الاساسي باش هذه المساله دلوبس نحيدوه بشكل نهائي، هذا النظام الاساسي غيكون في اطار الوظيفه العموميه. كاين شي نظام اساسي خارج الوظيفه في اطار الوظيفه العموميه، بمعنى اي واحد داخل النظام الاساسي هو موظف ديال الدوله، ما بقاش موظف ديال الاكاديميه. وغنحيدوا 12 نظام اساسي ديال الاكاديميه. لا واش الحكومه عندها الاراده خاصه انها دائما تدافع على اطار ان التشغيل يولي بالتعاقد وبان الاساتذه تابع الاكاديميه في اطار واحد النظام جهوي اللي باغي يمشي فيه؟ لا، دابا هذه المساله انتهت مع هذا النظام الاساسي ولا مع هذا المشروع اللي هو انه اليوم ما كاينش 12 نظام اساسي، ما كاينش موظفين ديال الاكاديميات، بل كاين موظفين ديال الدوله. نعم، هذا هو كان الاشكال كذلك ديال الحركه الانتقاليه، لانه هاد الناس كانوا كيشتغلوا على مستوى الجهات باش انه ينتقل لجهه اخرى، لان كاين اللي كيدخل هو عازب، ممكن يكون تزوج باستاذه او استاذه تزوجات باستاذ في جهه اخرى وبغاو انهم يلتحقوا، كاين اللي لظروف ما بغى انه ينتقل، ما كانش هاد الامكانيه. دابا كاينه الامكانيه ديال المشاركه في الحركه الوطنيه، بمعنى جميع الحقوق اللي كانت في النظام ديال 2003 الاساتذه اللي من 2016 الان غيصبحوا خاضعين لهذا النظام الاساسي، ما نبقاوش نقولوا عندهم نفس الحقوق، لا، كل شيء غيولي موحد، نفس الحقوق نفس الواجبات الى اخره. كتبقى مساله وحيده هي اللي مازال فيها اشكال، وهو المناصب الماليه. المناصب الماليه كانوا كيخرجوا في الميزانيه العامه في اطار واحد الروبريك ديال النفقات والمعدات. الان اتفقنا انه ماشي اتفقنا، كاين المقترح ديال انه يكون يعني يخرجوا كمناصب ماليه ويتعطاو للاكاديميات، هي اللي غادي تصرف الاجور لفائده هذه الاسئله. هذا هو الفرق الوحيد اللي كاين في المقترح الحالي. وكل شيء الضمانات ديالكم بان المقترحات اللي دارت اللجنه غتوافق على الحكومه بشكل يسير؟ بيان سور، حنا راه كنتذاكروا مع وزير، وزير راه عضو في الحكومه، ماشي زعما كنتذاكروا غير بيناتنا، غير تلاقينا في القهوه ولا هذا، راه حوار راه مسؤول والنتائج ديالو المفروض انها تكون مسؤوله، بمعنى انه الا مشينا في اتجاه ديال توقيع اي اتفاق طبعا هذه مسؤوليه الوزير اللي هو عضو في الحكومه، مسؤوليه ديال رئاسه الحكومه اكثر من هذا. الاتفاق ديال 18 يناير راه تم التوقيع ديالو بحضور رئيس الحكومه، وهو اللي شرف عليه، هو اللي عطاه. حيت البعض تيقول ان النقابات الاكثر تمثيليه بما فيها الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل يعني تدير العصا قدام الرويضه امام اي اصلاح تاع التعليم، ماشي غير في هذا النظام الاساسي. بالعكس بالعكس بالعكس، حنا في الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل في النقابه الوطنيه للتعليم دائما لما مشينا جلسنا اول لقاء مع الوزير او حتى مع الوزراء السابقين كنا كنعطيو جوج ديال الملفات،
كنعطيو الملف الاول هو اصلاح المدرسه العموميه، كنعتبروا بان همنا الاساسي والاول وسبب وجودنا هو ان ندافع على المدرسه العموميه في اطار واحد الهويه ديال الكونفدراليه الديمقراطيه، الشغل اللي كتربط ما بين النضال في بعده الاجتماعي والنضال في بعده الديمقراطي السياسي الى اخره. دونك هذا همنا هو المدرسه العموميه، وداخل المدرسه العموميه وداخل هذا الاصلاح ديال المدرسه العموميه ما يمكن يتم الا بواحد المدخل الاساسي اللي هو اعاده الاعتبار للمدرس والمهنه ديال التدريس من خلال يعني نظام اساسي اللي يكون عنده اثر مادي واجتماعي ومهني على 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 النساء ورجال التعليم ولا الشغيله التعليميه بشكل عام. وانتم تعتقدوا بان الحكومه هدرتي على الجانب المادي والجانب المالي اللي تبقى امر مهم بالنسبه لرجال التعليم، واش تعتقدوا بان الحكومه قادره باش دير زياده في الاجور؟ هذا علاش قلنا بانه اليوم حنا كنخدموا على مبادئ عامه. دابا اللجنه التقنيه من بعد هاد 23 اجتماع وجدت لنا واحد مشروع مبادئ عامه ديال النظام الاساسي، الا اتفقنا عليها في اللجنه العليا مع السيد الوزير غيكون التوقيع عليها، باش ان السيد الوزير على مستوى القانون المالي او مشروع القانون المالي 2023 خصو يضمن يعني الامباكت بيدجيت او داك الاثر المادي ولا في الميزانيه ديال هذا الاتفاق. لحد الساعه مازال ما وصلناش لهذه المرحله ديال التوقيع على هذه المبادئ العامه، لان مازال النقاش. حنا يلاه الان عندنا المشروع، مازال غيكون اللقاء مع 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 السيد الوزير باش انه نذكروا على هذه المبادئ. وشنو السقف الزمني باش يخرج هذا؟ السقف الزمني هو 1/1/2023 غيكون عندنا النظام الاساسي كلشي غيطلع عليه. الوزاره الان كتقول بانه المقترح ديالها هو انه في شهر 9/2023 غيكون داخل الحيز التنفيذ، معنى انه غادي يتنفذ. والمبرر اللي كيعطيه هو انه كاين مجموعه ديال القرارات، مجموعه ديال المراسم اللي خصها تكون مرافقه للنظام الاساسي اللي خصها عمال على المستوى التشريعي الى اخره. دونك هذا المبرر اللي ولكن حنا مازال كناكدوا على الضروره ديال انه في 1/1/2023 خصو يكون عندنا النظام الاساسي. الان هاد المبادئ العامه اللي جابت اللجنه التقنيه بالنسبه لنا ولا النظام الاساسي اللي غادي يخرج، حنا ما يمكنش نمشيو النظام الاساسي اللي ما فيهش مطالب اساسيه، لانه علاش مبرر حنا علاش كنديروا النظام الاساسي؟ كاين احتجاجات ديال الفئات. الا ما كانش النظام الاساسي غيجاوب على هذه الفئات ويجاوب على المطالب ديالهم، عندنا ما نديروا بالنظام الاساسي. هذا النظام الاساسي الا ما كانش غادي يجيب لنا حل، مثلا نعطيك مشكل هو انه عندنا اليوم الاساتذه ديال الابتدائي ديال الاعدادي والملحقين لا الثانوي عندهم الدرجه الممتازه او لوريشيل، عندنا واحد ربعه ديال الفئات ما عندهمش لوريشيل. هاد الفئات هادو الا ما كانش هذا النظام الاساسي غيجيب لهم هذا الحق ديال انهم يمشيوا للدرجه الممتازه او لوريشيل، معنا ما نديروا بهذا النظام الاساسي. ما يمكنش نقبلوا نظام اساسي اللي ما فيهش لوريشيل، لان في 18 يناير كاين في الاتفاق واحد الماده واحد يعني الاتفاق كيقول توحيد مسارات الترقي. بمعنى بدون توحيد مسارات الترقي ما يمكنش انهم يشوف هذا النظام الاساسي. كذلك ملي كنقولوا نظام اساسي خصو كذلك يجيب على مستوى التعويضات، خصو يكون عنده اثر مادي على النساء ورجال التعليم على الاجور ديالهم. خصنا نظام اساسي اللي يحسن الاوضاع الماديه ديال النساء ورجال التعليم. خصنا الحكومه ملي جات راه جابت بوعود كتقول بانه خص تحسين الاوضاع الى اخره، اوضاع الماديه. دابا هذه المؤاخذه تتخد على النقابات، وانا ناكمه في الحوار مع الحكومه تترجحوا كافه المسائل الماديه والتعويضات الماليه والمنح على الخطه الاستراتيجيه ولا البرامج الاصلاح تاع التعليم. واش راه هذه المساله ديال الاصلاح ديال الاوضاع ديال النساء ورجال التعليم راه في صلب الاصلاح ديال المدرسه العموميه. راه كل الخطط الاصلاحيه مهما كانت جميله ومهما كانت رائعه راه ما يمكن لان الفاعل الاساسي اللي ممكن انه يتعبا وينفذ هو الاستاذ، هو المدير، هو المفتيش، هو هذه المنظومه كلها، الناس اللي كيشتغلوا في هذه المنظومه. دايوغ ماشي الهضره كنقولوها غير حنا، راه جميع الدول الان كاين تقارير ديال اليونيسف، كاين تقارير ديال لوسيدي، كاين ديال الانترناسيونال ديال ليدوكاسيون، كلشي كيتكلم بانه الان الا بغينا نصلحوا التعليم المدخل هو اعاده الاعتبار للمهنه ديال التدريس. هذا هو المدخل الاساسي، بالاضافه طبعا لباقي القضايا ديال الاستثمار في البنيات التحتيه، ديال توفير الظروف المهنيه ديال العمل، ديال كذلك الدعم الاجتماعي لفائده التلاميذ، ديال الاشتغال على المناهج والبرامج باش اننا نطوروها وتواكب التحولات اللي كاينه باش ترجع. وكتبقى العنصر البشري هو المهم في هذا. بيان سور العنصر البشري مهم لانه هو الفاعل. ما يمكنش انه نصلحوا الا ما خلقناش تعبئه، والتعبئه خصها تكون اولا تعبئه داخليه ديال الفاعلين داخل هذه المنظومه، وكذلك التعبئه ديال المحيط ديال المدرسه اللي هو الاباء اللي هو المجتمع المدني
الوطني اللي هو الجماعات اللي هو كل محيط ديال المدرسه. ولكن هذه التعبئه الداخليه باش نخلقوها خصنا نحسوا هاد الناس بانه راه كاين اولا الاعتبار ديالهم، كاين التقدير للمهنه ديالهم، وكاين كذلك ظروف مهنيه اللي ممكن يشتغلوا، ممكن انهم يؤديوا رسالتهم افضل. كاين خصني ضروري نتكلم على مجموعه ديال الاشياء، لانه نساء ورجال التعليم اليوم كاين نقاش في الفيسبوك في الريزو سوسيو حول وكاين كذلك فروعنا ومناضلينا اللي مجموعه من المطالب اللي كيعتبروا بان اساسيه وخصها تكون في هذا النظام الاساسي. وحتى حنا كقياده ديال النقابه الوطنيه للتعليم السادات ما يمكنش انه نقبلوا نظام اساسي اللي ما كيعكسش هذه المطالب هذه. ملي كنقول بانه نظام اساسي جديد خصو تكون فيه الدرجه الممتازه لفائده الفئات اللي محرومه منها. خصنا كذلك الدرجه الجديده، هذه راه كاينه في اتفاق 2011 مع الحكومه، كاينه في اتفاق 30 ابريل 2022، معنا خصنا الدرجه الممتازه. وخصنا نفرقوا الدرجه الجديده ماشي هي الدرجه الممتازه، الدرجه الجديده واحد الدرجه جديده للجميع، والدرجه الممتازه للفئات اللي محرومه منها. دونك هذا التمييز. كاين كذلك الدكاتره، عندنا الان واحد العدد كبير ديال الاساتذه اللي عندهم الدكتوراه، واللي اتفقنا مع الوزاره انه هاد الفئه هذه خصنا كيفاش انهم نستافدوا منهم داخل المنظومه، كيفاش انهم ممكن يساهموا في البحث في التطوير ديال المنظومه من داخلها بلا ما يمشيو للجامعه. وتم الاتفاق على ان يتعطاهم اطار ديال استاذ باحث من داخل المنظومه، ممكن مثلا يكون استاذ ديال الثانوي وهو عنده اطار ديال استاذ باحث وعنده نفس المسار المهني ديال استاذ التعليم العالي. ولكن كيفاش غنديروا لهذا الشيء؟ هذا الشيء مازال غيجي في المرحله الثانيه ملي نجلسوا نكتبوا النص. كاين كذلك المساعدين الاداريين والمساعدين التقنيين، هادو واحد الفئه اللي للاسف ما بقاتش الوزاره كتريكروتي في هذه الفئه، واللي كيديروا مهام اساسيه راه هما اللي كيشتغلوا من اللي كيساري الاستاذ، وهذا هما اللي كيشتغلوا في المؤسسه. هادو كذلك خاص ادماجهم في النظام الاساسي، وخصهم يبداو بسلم تسعود، وخاص تعطاهم كافه الحقوق ديالهم. كاين كذلك المبرزين، راه كان اتفاق في 19 يعني من 19 ابريل 2011 كاين اتفاق ديال المبرزين خاص التنفيذ ديالو. كاين كذلك الشيوخ ديال التربيه، انا كاينين الناس اللي قراوني انا مازال لحد الان في السلم 10، كاين الناس اللي بداو بالسبعه بالثمانيه، كاين الناس اللي بداو بالتسعود وجا مباشره من وراه واحد بدا بالعشره، بمعنى هاد الناس اللي تعينوا في السبعه والثمانيه والتسعود ولا اللي مازال الان في زنزانه 10 خصنا كذلك، بمعنى انه خصنا نلقاو لهم حل، بمعنى انه خصنا هذا النظام الاساسي اللي غادي يجي يحل لنا المشاكل كلها وما نخليوش ضحايا مورانا. كل القضايا انا اللي بغيت ناكد عليه هو انه ولكن واش هذا النظام الاساسي يقدر يحتوي هذه المشاكل كلها تاع قطاع التعليم؟ خصنا نحلوا المشاكل، خصنا نحلوا المشاكل ديال القطاع اللي كاينه، لانه هذا هو الغرض. الا بغينا نمشيو كلنا يعني نركزوا ونهتموا ونعطيو تركيزنا كله الاصلاح ديال المنظومه والشان التربوي والقضايا ديال المدرسه العموميه، خصنا نفضيو مع المشاكل ديال الشغيله التعليميه. ما يمكنش انه نمشيو نديروا نظام اساسي جديد بلا ما يجاوب على الاشكالات اللي كاينه الان. هذا هو شي يونس، شكرا جزيلا على قبول الدعوه، متتبعي قناه الهوسبريس، الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.